إجراء اعتراضي قامت السلطات في دمشق بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف وعدد من رجال الأعمال. السلطات السورية أعلنت إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وأحد أقرباء رئيس النظام السوري بسبب مخالفات جمركية وتهريب بضاعة ناجية من الحجز. الحجز الاحتياطي طال كل من مخلوف وزوجته وعدد آخر من شركائه وزوجاتهم، بالإضافة إلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز المسجلة في بيروت. القرار ذكر أن الحجز يأتي ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة في القضية رقم 243 لعام 2019. مديرية مكافحة التهريب بمخالفة حكم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية، وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار، والرسوم 2.1 مليار ليرة. ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط تعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار رسمي بالحجز الاحتياطي يتضمن اسم رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، الذي يعد الذراع الاقتصادي للعائلة في سوريا، والذي تمتع بأولوية الحصول على الاستثمارات الضخمة ونيل المناقصات وإدارة الشركات وفي مقدمتها شركة سيرياتيل. وفي شأن متصل، أصدرت الجمارك السورية قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال أيمن جابر أحد مؤسسي صقور الصحراء وصهر رئيس غرفة التجارة وصناعة اللاذقية كمال الأسد. ونص القرار الذي نشره موقع روسيا اليوم على وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأيمن جابر، إضافة إلى أحد مساعديه فائز حبيب شاهين وشركة الجزيرة المتحدة للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية والخدمات النفطية المسجلة في بيروت. وجاء القرار ذو الرقم 1363 متزامنا مع قرار مماثل بالحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف الذي صدر في نفس التاريخ وحمل الرقم 1359. هذه التحركات التي يقوم بها النظام السوري في إطار ما تسمى بحملات ضد الفساد برأي خبراء ومتابعين هي ليست سوى ردة فعل النظام على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا، ولا سيما بعد إقرار قانون السيزر الأمريكي للعقوبات ضد هذا النظام الذي يسعى لتدارك هذا الوضع بأي طريقة حتى لو كانت إحداها الحجز على أموال أقرب المقربين منه. وللحديث حول هذا الشأن معنا من عمان مالك الحافظ كاتب وصحفي. أستاذ مالك، أهلا ومرحبا بك من جديد. لا شك بأن هذا الأمر كان مفاجئ فيما يخص مصادرة بعض أموال رامي مخلوف وعدد من رجال الأعمال السوريين، و أمر مثير للاستغراب ومفاجئ لدى كثير من السوريين، أليس كذلك؟ تحياتي. يعني بتقديري هو طبعا يعني هو للمتابعين هو أمر مفاجئ بعد طبعا كم هائل من التسريبات والحديث والشائعات منذ شهر آب الماضي حول يعني وضع رامي مخلوف تحت الإقامة الجبرية ومحاولة تحصيل أموال للقصر الجمهوري. ولكن بتقديري طبعا الحالات هي طبعا تأتي بالإطار العام ضمن التسويات المالية التي يسعى لها دائما النظام. حكومة دمشق بدأت يعني منذ شهر أيلول بشكل رسمي ومعلن من قبل عماد خميس، أو حتى أيضا لحقه تصريح للأسد بالتأكيد على حملة مكافحة الفساد لكبار المسؤولين في عدة وزارات وشخصيات نافذة. ولكن بتقديري هذا من ناحية طبعا هو يدخل ضمن إطار التسوية المالية، ولكن أعتقد بخصوص رامي مخلوف ومحمد حمشو أيضا هو الأمر يعني مختلف قليلا عن بعض الشخصيات، فأعتبر أن هذه التسريبات بقرارات الحجز الاحتياطي لها يعني لها تصنيفين. تصنيف أول طبعا هو يقع ضمن التسوية المالية، النظام يحتاج إلى أموال سوية مالية، هناك يعني
مليارات تفقدها دمشق منذ سنوات. ويعني الحديث تم يوم أمس بالتحديد من قبل هيئة الرقابة والتفتيش بمطالبة وزارة التربية وقضية الفساد المشهورة لوزير التربية السابق هزوان الوز بمطالبتهم ب $100 مليون، وهذا طبعا جزء من المطالبات المالية لهذه الجهة. فبالتالي طبعا يحتاجون إلى أموال ويحتاجون إلى مسؤولية مالية كبيرة، ولكن يعني بالتحديد بخصوص رامي مخلوف ومحمد حمشو، يعني هذه الشخصيتين هم من الأتروع القوية والمهمة للاقتصاد، اقتصاد السوري واقتصاد النظام، وبالتالي يعني لا يمكن الحكم سريعا على أن في هذه النقطة تحديدا وفي إطار الخفي بالموضوع، هناك من يتساءل حول أن خلفيات الأمر لمخالفة أنظمة معمول بها، أم أن الأمر سياسي أكثر من أن يكون مالي؟ بتقديري هو يعني هو أمر آخر ثالث، هو سياسة لدمشق بتقديري الشخصي، يسعى من خلاله إلى القول أن نحن متجهون إلى المكافحة الفساد بشكل كبير، وها هي قد طالت رامي مخلوف ومحمد حمشو، ولكن يعني هي أعتقد هي بوابة لدمشق من أجل استمرار يعني حملتها لتطال رؤوس كبيرة. ولكن هذه الشخصيات بالتحديد يعني أمرها بعض الشيء معقد. أعتقد أن التخلي عن مخلوف وعن حمشو بالتحديد هو أمر صعب جدا. صحيح أن الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية كبيرة جدا لدى دمشق، ولكن أعتقد أنها فقط استخدموا كبوابة للتذرع بأننا نحن أيضا لاحقنا مخلوف ولاحقنا حمشو. ولكن طبعا قرار الحجز الاحتياطي هو يعني غير ملزم بالاستيلاء على الأموال، وبالتالي يعني طبعا ما زالت هناك مراحل أخرى ننتظرها، ولكن أعتقد بالتحديد مخلوف يعني الأمر غير دقيق جدا أن نقول أن فعلا النظام يأكل أذرعته الاقتصادية المهمة. فهذه بوابة مهمة جدا لدمشق، وقد قالها أيضا الأسد، نحن في حملة مكافحة الفساد وقد تطال رؤوس كبيرة جدا، إن كان في الدفاع والداخلية أو حتى وزارات أخرى. وبالتالي يعني أنا أستبعد على الأقل في هذا الوقت أن تكون هناك قدرة وانية للنظام فعلا الحجز أو حتى التوسع أكثر في استثمارات رامي مخلوف. نقطة مهمة أيضا يعني طبعا. بالنسبة لمخلوف، قانون سيزر وصدوره أو حتى توقيعه ودخوله حيز النفاذ من قبل أمريكا، هو طبعا مخلوف عليه يعني بشكل دائم كان هناك عقوبات أوروبية وأمريكية، كان اسمه بالقائمة دائما وارد في القائمة. نعم، وبالتالي يعني هذه الحركة أعتبرها حركة لإبعاد مخلوف عن الساحة الاقتصادية حاليا، وتخفيف الضغوط على أذرعته التي دائما ما كانت تدين بالولاء لهم. وبالتالي لا أعتقد أن هناك منذ بداية الحملة، لم أعتقد أن تكون هناك فعلا نية جادة للقضاء فعلا على الفساد، ولكن هي غرضها تجميع أموال، تحصيل أموال ما استطاعوا تحصيلها، ولكن إخفاء أو إبعاد وتخفيف الضغط عن مخلوف وحمشو. يعني لا يوجد اليوم أي أهداف نبيلة من هذه الحملة التي تستهدف مكافحة الفساد أستاذ مالك؟ عفوا لم أسمع السؤال. يعني لا يوجد اليوم أي أهداف نبيلة جراء هذه الحملة التي تستهدف مكافحة الفساد؟ نعم، أنا بتقديري لا توجد أي أهداف نبيلة، هو ضائقة مالية يحاولون تحصيل الأموال من رجالات أعمال أقل أهمية من مخلوف وحمشو. طبعا يعني بالتواصل أيضا مع موضوع تخفيف الضغط على مخلوف، هناك يعني قرار أيضا مهم بخصوص جابر، أيمن جابر، بخصوص الحجز الاحتياطي. مهمة أيمن جابر وعمل أيمن جابر هو يعني يختص بشكل رئيسي في المشتقات النفطية، يعني الشركة التي يترأسها أو التي وضعت عليها الحجز الاحتياطي هي شركة الجزيرة للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية والخدمات النفطية، هكذا ورد في القرار. وبالتالي يعني هنا هذا القرار وهذه الجزئية بالتحديد
خذنا إلى القول أن فعلا هو تخفيض ضغط على مخلوف زائد حمشه وبالتالي إبراز شخصيات أكثر لتطفو على السطح، وهي طبعا بالتأكيد آل قاطرجي محمد ومحمد براء وحسام قاطرجي. منذ الشهر الماضي يتم الحديث عن تأسيس مصفات نفط أو مصفاتان نفط لآل قاطرجي، وبالتالي إعطائهم دور أكبر ولكن لإبرازهم على الساحة الاقتصادية وتحميلهم كل عقبات وكل ارتدادات أي عقوبات محتملة أيضا على بعض الشخصيات في النظام على الصعيد الاقتصادي طبعا. طيب من اليوم مع أزمة انهيار الليرة أمام الدولار، دعني أسألك حول تداعيات قانون سيزر فيما لو طبق سواء على السوريين أو حتى على النظام الحاكم. يعني برأيي قانون سيزر تطبيقه لا يمكن تنفيذه بشكل سريع أو يدخل حيز النفاذ، هناك بند مهم لترامب يتيح له تأجيل تنفيذ القانون حتى 3 أشهر، طبعا هذا الأمر يتعلق بالآليات تنفيذ القرار. طبعا على الجانب الشعبي أو جانب الشعب السوري المتواجد داخل مناطق سيطرة حكومة دمشق، هو بالتأكيد له ارتدادات سلبية جدا، يعني الوضع الاقتصادي والمعيشي السيء جدا للبسطاء المدنيين، يعني لا يخفى على أحد سيتأثر جدا الاقتصاد، بما أن القانون يتضمن منع عقد أي استثمارات أو صفقات لمؤسسات الدولة التي يسيطر عليها حاليا حكومة دمشق، وبالتالي يعني نتوقع دائما خسارات لهذه المؤسسات، تقييد أكثر على حركتها، ويعني أسعار أعلى، تدهور أكبر لسعر الصرف. طبعا هذا السعر هو أيضا سعر يعني لا بأس به، وبطبيعة الحال يجب أن يكون هناك تدهور أكبر، ولكن أعتقد قانون سيزر سيؤثر بشكل كبير على سعر الصرف ويؤدي إلى تدهور الليرة السورية. طبعا باعتقادي دائما هناك قنوات و يعني قنوات وأبواب خلفية يلعب بها دائما ذراع النظام الاقتصادي. لا أعتقد أن هناك تقييد كامل، لا يمكن القول أن هناك تضييق هناك وتأثير سلبي بشكل كبير جدا خلال الفترة المقبلة على النظام، لنقول أن سيسقط مثلا كما يتم الحديث الآن، لا يمكن إسقاط الأنظمة الشمولية بالحصار الاقتصادي إذا صح التعبير، وبالتالي يعني الخاسر الوحيد هو المدني الشعب السوري، سيتأثر جدا كان بازدياد ارتفاع الأسعار، تدهور سعر الصرف، وبالتالي أيضا سيتأثر سوق العمل والبطالة وإضعاف أكثر للقدرة الشرائية. بينما يعني حكومة النظام دائما هي تواجه الضغوط المالية والاقتصادية من خلال أسواق تصريف، إن كان دول الجوار أو قنوات أخرى عن طريق بعض الحلفاء سواء إيران أو روسيا، وبالتالي يعني هذا يأخذنا لنتيجة واضحة أن المتأثر الأبرز إن لم يكن الوحيد هو طبعا الشعب السوري. هناك آليات عدة قد يستطيع النظام يعني العمل من خلالها، ولكن إلى الآن يعني لم يدخل بشكل فعلي حيز النفاذ، هو على الورق تم توقيعه وإقراره، ولكن هناك يعني هو ورقة سياسية إذا صح التعبير. طيب. بيد الجانب الأمريكي. شكرا جزيلا لك من عمان الكاتب والصحفي مالك الحافظ. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم لختام برنامجنا، إلى اللقاء.